ليس مخيما جديدا لقرية أو بلدة كسائر قصص النزوح في سوريا، إنما هو منزل جديد بالكاد يتسع لهذه العائلة التي هربت من قصف النظام السوري في ريف حمص الشمالي. تتألف العائلة من 60 فردا بين أطفال ونساء ورجال، نزحوا من قرية المشيرفة التي تقع تحت سيطرة النظام السوري إلى شمال حمص، حيث أن الحرية تكمن هنا داخل الحصار. لا عندنا مي ولا عندنا حطب ولا عندنا أولاد مرضانين من ريحة النايل ومرضى وليك هالولاد قبالك هالكانين، وحالتنا سيئة لآخر درجة، وإحنا مخيم هين مهجرين وحالتنا تعبانة لآخر موجز يعني. الحال التي وصلت إليها هذه العائلة جعلتهم يتمنون الموت علانية، فالمقومات التي تتوفر بين أيديهم لا تسد رمق أطفالهم أصلاً. 1000 متر تضطر النساء لقطعها بغية الحصول على القليل من الماء في رحلة شاقة، بيد أنها لا تقتصر على جلب المياه فقط، فاستغلال الوقت والجهد يكمن في الحصول على الماء والأخشاب في وقت واحد. جاعدين هي لا شغلة لا عملة، محاصرين ما نقدر، هالبقعة اللي جاعدين بها هاي لا حطب مثل العالم، عايشين على كياس النايلو، نطبخ طبختنا على كياس النايلو، وين نروح وين نجي؟ هالعيشة هاي مع التنطاق والله، وحياة الله الموت أفضل، وفعلا الموت أفضل من هالحياة. ربما أجبر النزوح أبو علي وعائلته الكبيرة لتغيير موطنهم أو الحصول على مكان مؤقت هنا، إلا أن المبادئ التي نزح بسببها أصلا من قريته الأم ما زالت معلقة في صدر بيته.